بنتو كراتو أربانا جياتريا سالي سونيماس أيها السيد الرب الإله ضابط الكل الحقيقي خالق جميع المخلوقات مجدد كل طقوس الكهنوت في بيعتك الواحدة الوحيدة الجامعة الرسولية المانح الغفران بغزارة مذبحك الناطق الذي فوق السماء الذي قال أن يبنى له قبة على الجبل المقدس هذه التي عددتها من البدء وفي آخر الأيام بظهور ابنك الوحيد ثبت مذبحا عقليا للذبيحة غير الدموية الناطقة في بيعتك المقدسة مذبحا طاهرا آمين من للأنفس المضطربة آمين مدبر سير الحواس والأعمال آمين ملجأ من الخطايا التي صنعناها بإرادتنا وبغير إرادتنا آمين عتقا من النوايا الجاهلة الغبية آمين اهتماما بخيرات الفضائل آمين كمالا لكل بر الإله الواحد أمين حل علينا نعمته وبركاته من الآن وإلى الأبد أمين. النهاردة 21 توت ودايما يوم 21 في الشهر القبطي بنحتفل فيه بتذكار لأمنا العذراء مريم. يقول لنا القديس بولس الرسول إرادة الله هي قداستكم. وأرجوك كده تستعذب معي معنى هذه الكلمات، يعني رغبة ربنا واشتياق قلبه أن نعيش في القداسة، ده رغبة ربنا ودي عطية الله وده هي العمل اللي بيعمله ويانا ربنا إنه عايز نعيش في القداسة. طب وإيه هي القداسة؟ هي الأصل. يعني إيه؟ زي ما جا أقول للإنسان، هو نهين الأصل المرض ولا الصحة؟ ردوا علي. الصحة الأصل، والمرض هو الاستثناء، هو الاكسبشن في حياة الإنسان. بالضبط كده الأصل هي القداسة، الخطية هي الاكسبشن في حياة الإنسان، هي الاستثناء. فإرادة الله هي قداستكم. إنسان بيعيش في هذه القداسة. إذن يا إخوتي الأحباء، الجهاز الروحي في الإنسان عين وأذن وقلب، عين وودن وقلب. والعين والودن والقلب هي مهمتك أن يكونوا أنقياء. عندما يكونوا أنقياء تكون حياتك نقية وتصنع إرادة الله فتعيش في القداسة. والقداسة وصية ملزمة، كونوا قديسين كما أن أباكم هو قدوس. وصية، يعني مش أنا على مزاجي أبقى قديس ولا مبقاش قديس أمشي على... لا، القداسة وصية ملزمة لنا أن احنا نعيش في القداسة.
كنيستكم الجميلة المحندقة دي صغيرة كده مش كده برضو؟ نعم كل ما تصلوا فيها يحصل لها حاجات كده. كنيستكم جميلة ورقيقة والحجاب لسه كنت بتكلم يا ابونا على الحجاب الأبيض الجميل ده لطيف خالص والأيقونات وطبعا الاسم اللي تحمله الكنيسة أحدث قديسين في كنيستنا بتعترف بيهم الكنيسة القديس البابا كيرلس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس وزي ما انتوا وزي ما سمعتوني مرات كتيرة ان تدشين الكنيسة بيبقى شهادة ميلاد لها يعني النهاردة كتبنا شهادة الميلاد بقى الكنيسة اسمها كنيسة البابا كيرلس والأرشدياكون حبيب جرجس والكنيسة الحقيقة مهتم بيها نيافة أنبا ديفيد وقبل كده أنبا كراس ربنا يحفظكم دايما كده ويبارك في حياتكم لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى أبد آمين.